light. Life. Safety. لما اجى مشروع الطاقة المتجددة اجت الكهرباء ورجعت الناس للمنطقة ورجعوا صاروا يعمروا بيوتهم. قبل ما يكون عندنا كهرباء كنا نخاف ونسكر محلاتنا عبكير. رجعنا 100 سنة لورا، بس هلأ الحمد لله صرنا نفتح لوقت متأخر وعم نشتغل وعم نبني مستقبلنا ومستقبل أولادنا. بسبب هالمشروع صرنا ما نخاف إنه نمشي بالشارع، وصار فينا ننزل على السوق بشكل كتير طبيعي، وهي رجعتنا من الكشاف بوقت متأخر وأمورنا كتير رواق، وصار فينا نعمل أي شيء بدنا إياه. لحد هلأ بتذكر لما أمي حكتني وقالت لي وصلت معي على البيت. حياة صعبة بلا مي، ما فينا نعيش من دون مي. قديش هاللحظة مصيرية وبتخوف وقت تضطر تأجل عملية لأنه ما عندك مصدر ثابت للكهرباء. Drinking water, healthcare and electricity. The basic services that are essential to life have all been improved. بسبب هاي الإنارة صارت هاي الساحة مركز لتلاقي الناس لتعمل أفراحها ومناسباتها، تلاقي الناس مع بعضها، خطوبة، زواج، شو ما كانت تجتمع الناس مع بعضها. بعد ما تشوف الحياة كيف انتعشت في المنطقة صعب عليك ترجع لورا. أنا بدي أعيش وعيش أولادي. Solar panel by solar panel and street lamp by street lamp. Renewable energy is lighting the path to a brighter future for people across Syria. Streets feel safer, shopkeepers can continue trading until late. Families have water, and thanks to more consistent electricity supplies, local hospitals can provide better care and power life-saving medical devices. عم تلعب معنا؟ صار في كهرباء وضو وملعب وصار فينا نلعب قد ما بدنا. As services improve, displaced persons are returning to their homes. Together, communities are emerging from the shadow of crisis, stronger, more resilient, and energized once more.